اللي قال لك ان انا هنا؟ لا ابدا، انا كنت جاي ابص على الرجاله. طب تعالى اقعد يا حاشا. خير يا اخوي؟ ولا جاي تطمن عليا وماشي طوالي؟ لا ابدا، انا بس كنت مستعجل وقلت اكيد انت تعبان مش هتقدر تقعد وتتكلم. والله يا حسن لو بموت وانت جيت هقوم اقعد معاك. انت مش تمام وكويس الحمد لله. انا زي الاسد زي ما انت شايف اهو. طالما ضحكت يبقى تقعد ونفطر سوا. لا هنفطر وايه؟ وقت والله العظيم اعملها معاك اكتر من اللي فات. لو على ايه يبقى ناكله. انسى اللي فات، الدنيا ما تستاهل شيء. انا وانت ملناش غير بعضينا يا حسن. انا عايزك تصحصح يا مروان، الدنيا دي محدش هياخد منها حاجة على قولك. هي ريم وعادل كانوا عندك بيطمنوا عليك وبس ولا في حاجة تانية؟ انا بس عايزك تاخد بالك من الناس دي. اه صح، انا نسيت، انت عارف الناس دي اكتر مني. انا اللي هقولك شكله كده الوقت اللي هيتأخر وانا ما عنديش وقت. الف سلام عليك يا اخوي، خلي بالك من نفسك. المرة دي ربنا ستر، لكن المرة اللي جاية محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، واحنا محتاجينك. ربنا يسترها معانا ولا ايه؟ قول يا رب. يا رب. ازيك يا حسن، انت رايح فين؟ ما تقعد تاكل لقمة معانا. عندي مشوار وحاجة تاني. بالاذن. تعالى. اتفضل. اتفضل. روح انت. مروان، اوعى تكون زعلت حسن ولا اتخانقت معاه. ابدا والله. انت عارف ان اخوك حسن اكتر واحد بيحبك في الدنيا دي. اول ما عرف ان انت ضربت بالنار جه جري عشان يطمن عليك. ما يغركش يعني ان هو مشي بسرعه. صدقي انت ست ملاك، قسما بعز جلاله الله لو واحده غيرك كانت مسكت وداني وقال لك يا اخوك جه وما قعدش معاك خمس دقايق ومشي على طول. طب ايه رايك بقى ان انا كنت هقول كده؟ زينب عمرها ما تقولك ده. بص يا مروان، انا عاوز اقول لك على حاجه بس من غير ما تكشر لي ولا تحمر عينيك. ايه هي؟ انا بصراحه كده مش مطمنه لريم وعادل. حاسه ان الزياره بتاعتهم دي وراها حاجه كده. عاملك مش مريحك؟ ما انا عاوزه اطمن عليك وانت مش عاوز تفهمني. انت طول الوقت غامض قدامي يا مروان. ده انا كتاب مفتوح بالنسبه لك. ده مش سهل برضه. انا كل مره عاوزه اقررك ما الاقيش حاجه. وبعمل في نفسي بقى اقول خلاص انا رايحه لمروان هعمل فيها زي الستات الجامده كده لما بتاخد جوزها وبتجيب اخره، زي ما بروح زي ما باجي. عشان انا قلبي طيب وحنين وصافي. واللي في قلبي بيبان على عيني. طب يلا. يلا ناكل بقى. وكليني. انا دراعي تعبان. ماشي. حاضر يا ميرو. نعم. ميرو. ده لو حد سمعك وانت بتقول له يا ميرو دي تبقى فضيحة. فضيحة ليه يعني؟ مروان عبد الجواد يبقى اسمه ميرو. بس صدقي عجبتني قوي. يعني ايه ميرو دي؟ بس ما حدش دلعني قبل كده. يلا بالهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. انا هقوم امشي. رايحة فين؟ عمتي نزلت للسوق تشتري شوية حاجات وقالت لي ان انا حصلها. طب انت مش عايزة اي حاجة؟ لا يا حبيبي سلامتك. صدقيني دي احسن انسانه قابلتها في حياتي. احلى حاجه بقى ان الجو النهارده جميل جدا. انت شايف الحلقه دي حلوه قد ايه؟ لا يا شيخه لازم تبصي عليها، مش ممكن الكلام ده. انت ليه ما جبتيش معاكي النضاره؟ تعالي نقعد هنا. نتكلم بقى في المفيد. اه طبعا قول. بقول لك يا شحت، انا عايز اتجوزك. اوعي تقولي لي انك اتفاجئتي. انا اصلي. اصلك ايه يا شحت؟ شهد انت مخبيه عليا حاجه؟ في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش. انا عايزك يا شحت، عايزك من غير اي مشاكل. عزت انا اتجوزت. مش زي ما انت فاهم، انا اتجوزت على الورقه بس، والراجل اللي اتجوزته مات. الراجل اللي اتجوزته اتقتل يا عزت.
تحب اوصلك في حته. عزت انا ما خلصتش كلامي. لا الكلام ما بيننا خلص خلاص. لا ما خلص. وعلى فكره مش عايزاك تثبت على طلبك اللي طلبته دلوقتي، مش مهم، المهم عندي انك تسمعني وبس. اسمعك. قهوه ساده يا ابني، قهوه ساده اشربها على روح المرحوم. ويا ترى بقى عرفوا مين اللي قتله ولا لسه ما حدش عارف مين اللي عملها؟ انا مش هلومك على اي تصرف بتعمله دلوقتي عشان انت عندك حق يا عزت. تلوميني؟ تلوميني على ايه يا مدام؟ عزت هو انا لو قلت لك ان انا محتاجه لك وان انت السبيل الوحيد ان انا اتغير هتسيبني؟ لا مش هسيبك. بس ازاي؟ بس كل اللي عايزاه منك انك تسمعني يا عزت. انا الدنيا لما قفلت في وشي ما خطرش في بالي اي حد غيرك اتكلم معاه. انا عارفه ان انا غلطت، بس انا كمان انسان والانسان ضعيف يا عزت، وانا اتعرضت لضغط كبير قوي من عيلتي ومشاكل كتير، وكنت كل يوم بتيجي في بالي، كان نفسي احكي لك بس برضو كنت خايفه لو حكيت لك تبعد عني، وانا بصراحه مش عايزاك تبعد. خد بالك يا حسن احنا متراكبين. كنت عالي وجيت على الارض يا مروان. مروان عبد الحكيم نسر عالي في السماء، محدش يقدر يصطاده. اسمع يا حسن، ارض البلد دي ما تشيلش غير واحد بس. يبقى مش هتشيل غير حسن. الارض دي بتاكل واقف عليها، والناس هنا ما بترحمش. حفظتها وعرفت ديتها يا مروان. حسن بقولها لك ولاخر مره، انا لا يمكن استغنى عنك ابدا. ولا انا يا مروان، انا حتى بقالي كام يوم بفكر لما جابي لابوك بعد عمر طويل هقول له ايه يعني لو حصل لك حاجه. خد بالك من عمال، الناس دي ما تعرفش غير حاجتين اتنين، فلوسها والسلاح لو اديتهم ظهرك. خلاص امشي امشي. كان عايز ايه ده؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ كان جاي يسلم على سعادتك مثلا؟ لا كنت بدور على حسن يراقبهولي. ماشي تقولي كده مش ولا حاجة. حاضر. كلمت عصام؟ اه بس ما بيردش خالص. تمام أنا أعدي عليه. تعدي عليه؟ هو أنت هتنزل القاهرة؟ آه هنزل القاهرة. ليه؟ هو إيه اللي ليه؟ هو إحنا مش اتفقنا نبيع الفيلا بتاعتنا اللي هناك؟ في مشتري كلمني وعايز يخلص فيها. أوكي، طب كنت قول لي بس يعني أعمل حسابي أجي معاك. لا ما أنا نازل لوحدي. ليه؟ ما ينفعش أسيبك لوحدك. ريم لو سمحتي، مش كل لما نتكلم في موضوع تحسين إن أنا عاجز وقاعد على كرسي متحرك. معلش، أنا آسف. خلاص. اتفقنا.